جبتها في مخبي. سالفتي انا امور في الكواليس. الشركات هذه صبحت هي يعني متغوله. الدوله التونسيه لم تستطع ان تتحرر من قيودها الاستعماريه. نجم بلقينا فينا وثيقه تحكي على اكتشاف منجم تاع ذهب. سمعتوش على منجم ذهب في تونس؟ تحبس معي خبي على منجم ذهب مخبي في جيل كتاف. عامل تفاصيل وحاطين الوثائق وممكن تقراو اللي موجود معكم. النجم هذايا كيف يقع اكتشافه يجاوبهم بن علي فلان هو اللي باش يتعهد بالمسألة وتتعالج المسألة بكل بالدفرين السرية. هذه المينا ولاية قبل معناها المسؤول بقيت انا وياه نحكوا قال لي راي المينا هذه معناها ما تحقريش تقول معناها راي شويه راي وقيل قال لي 17000 قال لي 18000 ما كانش حاجه بينك يا 17 يا 18000 وماك الساعه رجعوا عام الاول والاول تو العامين ثم بيره هنا جوج مع من قفصه ياخذ هنا ويعبوا فك شنتي وفك شكاير الصغار بلاستيكات لكن تريب قدك وهزوها معناها لو حايده قدك بعد جابوا شكاير تلزم 50 كيلو 25 كيلو استغفر الله ربي يحني في الاخر عام الاول عندها عامين شوي تالي شوي جابوا الكمين وجابوا التراكس ما نعرف وجوا الجبل من جبل هذا وهانتو تلقوه تو المشاهد اقوى دليل بالتراكس حفرت نظفت بارتيه الفوقاني وتغرفت عبي تعبي في في في, في الكمين ادوا نهارين زوز كمين ولهم ثلاث كمين يهزوا بس معناها من الصباح لليل. الغموض انه فما دي كونسيسيون هذه الحاجه اللي مش حابين يعترفوا بها الدوله هذه لي كونسيسيون هذوما تاع مستعمر كي خرج المستعمر قعد لي كونسيسيون ملكو مش ملك تونس لي كونسيسيون هي اللزمه الامتياز الامتياز هذا هو نتاعو معناها معناه يملك باطن الأرض هو يسلم الامتياز هذاك لشركة أخرى وشركة أخرى ويبعث شركات أخرين لكن هو صاحب الامتياز ديما الدولة هي شريك صغير معناه شريك في لكن الدولة كدولة شكون تمثل مثلها ديوان المناجم مثلها ليتاب في البترول الشركات هذه صبحت هي اللي متغوله في القطاعات هذه وجماعات وكل واحد خلقين شركات تحتهم اللي هم يتعاملوا معاهم وهم يعطوهم في الامتيازات يعطوهم في المعلومات الدوله تنفي بالكلام قدمتش وثائق قدمتش ملفات تنفي قدمت حاجة مشتش قدمتش قضية احنا قدمنا قضية معناها الدولة كي عندها هي مصداقية ولا عندها تنشر سيدي اللي عندها احنا هاو الوثائق اللي عندنا الكل يأكد لي هو وجود ذهب في بخصوص المنجم هذايا المنجم هذايا عنده قصة قديمة ياسر المنجم هذايا فهمتي يعني نقولوا من عام 82 فهمتي بدات الدوله فهمتي تفكر في توسيع فهمتي او تقول في استغلال فهمتي بدا استغلال فهمتي المناطق المنجميه الموجوده فهمتي في البلاد وتعتبر فهمتي منطقه الشمال الغربي منطقه نتاع مناجم امتياز احنا نقولوا ما الشمال الغربي كقبل نوصل الفوسفات احنا نقولوا عندنا حديد شريسه عندنا رصاص في القاره الخصبه وعندنا فهمتي الزنك فهمتي في بوغرين فهمتي وعندنا فهمتي مينا كانوا قبل مسالين الكنديان في بوغرين وعندنا فهمتي السموتوري في ام الكليلت اللي تابعه تجروي وهنا انا ذكرت الاماكن هذوما جريسه وتجروين
وذكرت انت معنا السلس الدمنجي ما بينافع يعني الدماني ايه فهمتي تنزل قول فهمتي النويو تاع المناجم فهمتي احنا كي نحكوا على الفوسفات بالنسبه للفوسفات بما يسمى منطقه سراورتين فهمتي اللي هي منطقه جبليه تمتد على مساحه 45 هكتار 45 كيلومتر تقريبا فهمتي تبدل من منطقه السويدات الصبابحيه فهمتي العياطه الغرابه في الدماني الى منطقه الدعين الكسيبه اللي توصل لمنطقه الكسور يعني احنا كي باش نبدو فهمتني هذا منجم فهمتني يعني يبدا من الدماني من زوج معتمديات معتمديه الدماني ومعتمديه الكسور يعني هذه ثروه منجميه فهمتني اقل شيء اقل شيء اقل شيء ديري ديفين حطوا الوظايف باش يخدم 400 سنه احنا ما قلتوش 400 سنه الكلام هذا ماشي انا قلته هذه قالوا الخبراء فهمتني هذا المنجم هذا حاليا ثم تقديرات اوليه فهمتني سوبرفيسيال اللي بتاع الانتاج ثم 10 مليار طن هذه سوبرفيسيال يعني السيد فهمتني اللي حكاها فهمتني 70 30 متر 40 متر احنا باش نحكوا على 20 متر الويله انت عندك فهمتني وفيه يعني يعتبر هذايا فهمتني بالنسبه للجبل هذايا متعدد فهمتني يعني البروبي ما منتوج مش فيه كان راهو الفوسفات راهو هذا فيه فوسفات هذا الكلام مش كلام هذا كلام الناس الفنيين المهندسين اللي جاوا شافوا والناس اللي جاوا اللي كانوا ديا لي بولونيز لي ايطاليان فهمتني الاخرين لي بورتوغي هو بدا الاكتشاف في 82 وزعما جلبوا في 86 على اساس فهمتني في الانتاج يعني عملوا لها ميزانيه الدوله نزلت ميزانيه فهمتني في ايامات حكومه سي محمد المزالي فهمتني نزلت له ميزانيه وعلى اساس الشباب ينطلقوا في الانتاج من بعد فهمتني صار فهمتني معناها امور في الكواليس لا نعرف امور دبرت بليل طارت الاستثمار طار كل شيء ما عندناش دوله تونسيه تتفاوض بجديه من اجل مصالح الشعب التونسي علاش على خاطر ثم شركات بالميتشي ناسيونال اقوى حتى نقول احنا أقوى مش حتى في تونس برك هي اقوى من الدول حتى في العالم الكل ماهيش اشكال اذا احنا لو كنا نخرطوا بمنظومه الشفافيه باش نحققوا اكثر ما اكثر مردوديه ثروه طبيعيه ولات حقيقه ثابته ولا يمكن لاحد ان ينكرها الحكومه تنكر على روحها ما هذه حقيقه ثابته بالخبراء التقنيين بالخبراء الميدانيين احنا عملنا دراسات قانونيه وعرفنا شنو هو الاخلالات القانونيه لقينا ان الدوله التونسيه لم تستطع ان تتحرر من قيودها الاستعماريه اللي امضت عليها واللي كانت من شروط الاستقلال في 20 مارس 56